عقد وزير الري هاني سويلم اجتماعا لاستعراض اجراءات الاستعداد لموسم السيول والامطار القادم والخطط المستقبليه لمشروعات الحمايه من اخطار السيول. وصرح سويلم بان اجهزه الوزاره المعنيه قامت بالمرور على عدد 117 مخر سيل بالوجه القبلي باطوال اجماليه 318 كيلو مترا للتاكد من جاهزيه هذه المخرات لاستقبال مياه السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال رد. وأضاف أنه يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ 1627 إجراء للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.7 مليار جنيه. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. مهندس محمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بحضرتك يا فندم. دائما للحصول على النتائج الأفضل مهندس محمد يجب أن تكون هناك إجراءات استباقية قبل حدوث أي شيء. فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، ما هي الإجراءات الاستباقية التي تتخذ تحسبا لحدوث أمطار وسيول وأيضا تداعيات لهذه الأمطار والسيول بكثافة خلال الفترات المقبلة؟ ملف التعامل مع أخطار السيول هو من أهم الملفات اللي بتوليها الدولة المصرية ووزارة الري اهتمام كبير جدا، وخاصة ان السيول زي ما حضرتك ذكرت محتاجة دائما اجراء استباقي، لانه في حال حدوث السيل بيكون كمية من المية المندفعة بسرعة كبيرة يمكن بتصل الى 100 كيلو متر في الساعة بتندفع على سفوح الجبال وبتمثل خطورة كبيرة. فبالتالي اذا ما كانش في اجراءات استباقية معمولة قبلها وحصل السيل، هتبقى لا قدر الله في خسائر كبيرة. طبعا الوزارة والدولة المصرية انتبهت لهذا الملف وخطورته منذ سنوات عديدة، وتم بالفعل تنفيذ المئات من الأعمال الصناعية اللي بتهدف لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول. تم إنشاء 1627 عمل صناعي بسعة تخزينية تصل إلى 350 مليون متر مكعب بتكلفة 6.7 مليار جنيه، كل ده من سنة 2014 وحتى الآن. ده بخلاف المشروعات الأخرى الجاري عملها والمشروعات الأخرى المستهدف البدء فيها قريبا إن شاء الله. نعم. مجهود كبير جدا. تفضل مهندس محمد. مجهود كبير جدا ومشروعات ضخمة في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي ومحافظة مطروح للتعامل مع أخطار السيول. نعم. احنا بنقدر من خلال هذه الأعمال ان احنا نوفر الحماية للمواطنين وللتجمعات البدوية وغيرها من المنشآت، وبالذات ان احنا بنتكلم مثلا على طرق وخطوط كهرباء بتتأثر بهذه السيول، قرى سياحية، منتجعات، تجمعات سكنية وخلافه، كل دوت بيتم حمايته. احنا هنا بنتكلم على مشروعات بعشرات المليارات بيتم حمايتها، وعلى رأس ده كله حماية المواطنين، المواطن اللي يعني هو الأساس في كل هذه المشروعات. نعم. إلى جانب فكرة الحماية، حصاد كميات من مياه الأمطار والسيول في البحيرات الصناعية اللي بيتم إنشائها أمر مهم جدا، وبيورينا قد إيه الدولة المصرية حريصة إن هي تحتفظ بكل نقطة مية، تستفيد بكل نقطة مية. المشروعات دي أو هذه الأعمال الصناعية موجودة في معظمها في مناطق صحراوية، وبالتالي كمية المية اللي بيتم حصادها في هذه البحيرات الصناعية بتكون مصدر مائي مهم للتجمعات البدوية الموجودة في هذه المناطق. نعم مهندس محمد، وهنا لي سؤال مهندس محمد غانم في هذا الإطار. يعني أنتم تتعاملون مع أمرين متوازيين، تتعاملون مع عوامل مناخية وأيضا تتعاملون مع تصرفات بشرية واعتداءات على مجاري المخرات، وتقومون بإزالة هذه الاعتداءات. أولا
أريد منك يعني نصيحة وكلمة مباشرة وتوعية في هذا الإطار، وأهمية أن نتعاون جميعا من أجل الوصول إلى بر السلام حتى في هذا الأمر. طبعا دي نقطة مهمة جدا، يعني يمكن بعض الناس للأسف بيغريهم أن يشوف مخر السيل فاضي، يقعد ممكن مخر السيل يقعد 10 سنين 15 سنة ما فيهوش ولا نقطة مية، فقط يغري البعض أن هم يبني بيت أو يعمل أي حاجة أو يردم أو ياخد أي إجراء داخل مخر السيل، ويفاجأ مرة واحدة بكمية كبيرة من المياه السيل مندفع بيدمر كل اللي هو صحيح عمله صحيح وقد ينتج عنه خسائر. هي دي طبيعة السيول الومضية، السيول الومضية بتتساقط كميات من المياه بتتغير كميتها وموقعها من سنة إلى سنة، يعني مش شرط ان السنه دي حصل سيل على احد مخرات السيول ان السنه اللي بعدها يحصل سيل برضه. نعم. ممكن تقعد 10 سنين ما تحصلش حاجه وبعدين يحصل فجاه كميه كبيره من الامطار تتساقط على هذا السيول. نعم نعم. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.